وهذا أسوأ طريق للهجرة. الحقيقة هي إنه هاي القوارب موجودة ورح تضل موجودة، كانت موجودة من سنين ورح تضل موجودة لسنين. فلما يكون عمل عملية إنقاذ أطلع بعيون المهاجرين وأشوف هذا الرعب اللي بعيونهم من الحالة اللي هن فيها، فبلحظة بتغير هذا الشعور لشعور معاكس تماماً. لما تكون سفينة إنقاذ هائلة قريبة من القارب الصغير تبعك. الحمد لله على السلامة يا شباب، الحمد لله الله نجانا.